Live to Give ISOD International Scientific Organization of Dentistry. كنا معكم ولخمس أعوام سابقة ساعدنا فيها آلاف الطلبة والخريجين من كلية طب الفم والأسنان في كل مكان عن طريق التجميعات العلمية الضخمة والمتنوعة من جميع الجامعات المصرية وعن طريق الكورسات المختلفة والموجودة في البوت الخاص بنا على التليجرام. جاوبنا على آلاف الأسئلة المطروحة وساعدنا أكثر من 40,000 طالب ومتخرج من خلال المجموعة الخاصة بنا على التليجرام، وقدمنا محتوى علمي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم، وتم ذلك في مؤتمراتنا العلمية وعلى مدار 4 أعوام على الصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك، والتي وصلت لأكثر من 18 دولة. وها نحن نعود إليكم من جديد في النسخة الخامسة من مؤتمرنا Empower Your Knowledge A Free Online Dental Conference لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. نقدم لكم أكثر من 30 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان، Case Discussion، Live Demo and Clinical Cases. بدايتنا في 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وستكون هناك هدايا وسحوبات يومية. Powered by ISOD Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس. It's about time to take it to the next level. ونحن هنقدم كورس ادفانسد جديد ان شاء الله داخل الاف يو اي مايكروسكوبيك سنتر. في الكلينيكال اتاتشمنت دي هنبتدي الاول باسبوع عشان نبتدي بيبي ستابس مع بعض. في الاول عباره عن انتنسيف ليكتشرز اند ورك شوبس، 12 ليكتشرز اند 8 ورك شوبس. بعد ما نخلص البري كلينيكال بروجرام بتاعنا اللي هو عباره عن اسبوع محاضرات ورك شوبس، هنبتدي نطلع العياده. كل كانديديت هيشتغل 10 دايز 70 كلينيكال اورز، 70 ساعه اندر كلينيكال مايكروسكوب. طيب احنا بنتاكل ايه؟ بنتاكل كل البروبلمز اللي بتقابلنا. عندنا فايت كانال، طب انا ازاي هعرف اشتغلها؟ انا خايف اكسر الفايل. هتتعلم ازاي ما تكسرش الفايل؟ لا قدر الله الفايل اتكسر منك، هتعرف تاخد الديسيجن هل هعمل له ريتريفل ولا باي باس. كل كانديديت هيبقى افيلبل معاه كل الارمنتيريوم، ابتداء من ان هو لو هيعمل دايجنوزس السي بي سي تي موجود، الار بي جي كمان موجود، وكمان في الاكسس الالتراسونكس هتبقى افيلبل لو بيدور على مسد كانال بيعمل ترافينج بالالتراسونكس، وكمان في الاكتيفيشن هيبقى موجود الالتراسونيك وموجود نيجاتيف بريشر سيستم زي الاندو باك. واهم حاجه برده هو السوبرفيجن، هيبقى معاك اوفر ذا شولدر سوبرفيجن، هناخدك من اول ستيب خالص لغايه لما تخلص الحاله وتبر الحاله دي سامبل او ادفانسد. السلام عليكم، انا معاكم ان شاء الله الدكتور هشام صلاح. هنتكلم النهارده في موضوع مهم لاي حد شغال في العياده، ان ازاي يفهم البين اللي بيحس بيه المريض، وازاي يقدر يابلاي كلينيكال تيبس اند تريكس علشان يقلل الانسيدنس اوف بين ده، سواء كان بري اوبرتيف بوست اوبرتيف او انترا اوبرتيف. أنا هشام صلاح، أنا خريج جامعة القاهرة سنة 2011، خلصت ماجستيري سنة 2018، وعضو في الاندودونتك ديبارتمنت في جامعة المستقبل مصر من سنة 2012، والحمد لله السنة دي خلصت بي اتش دي في جامعة عين شمس. طيب مبدئيا من البين ككلمة dates back لسنة 1297 من Greek word اسمها poen، اسمها البرايس بيد يعني الثمن المدفوع، او البنالتي او البانشمنت يعني العقاب. لكن في الحقيقه في امراض كتير قوي از بينلس، فانا بشوف البين انه اكيد وكتير مننا بنشوفه انه هو رحمه وبلسنج من ربنا علشان نقول او نعرف ان في حاجه غلط ونبتدي ندور على علاج لهذا المرض. بعد كده في اتمتس تانية لتعريف البين سنة
1979 مثلا، ان هو unpleasant sensory و emotional experience، والمهم هنا ان هو associated يب actual يب potential tissue damage، يعني ممكن البين ما يكونش مصحوب بتيشو دامج واضح، في اشاره واضحه انه ممكن يكون بين نفسي مثلا. اما في 2016 احدث تحديث لتعريف البين ان هو برضو distressing experience مع actual ال potential tissue damage، لكن زودوا عليه انه ممكن يكون sensory يعني احساس، ممكن ياثر على الايموشنز العواطف الكوجنيتيف الادراك، وفي بعض الاحيان السوشيال كومبوننت، وده جزء مهم جدا انك تبقى فاهم البيشنت اجتماعيا ممكن يتاثر قد ايه بالدنتال بين، اللي هو واحد من اصعب انواع البين اللي موجوده، ربنا يعافي كل الناس. طيب طبعا لازم علشان نبتدي نفهم البين ناندرستاند ايه الانرفيشن بتاع العصب، اللي هو دائما وابدا الحاجه اللي بتبقى فيري بينفل في الدنتال فيلد. فأي بولب الناس بتطلق عليه دايما نيرف، مقسم إلى a very complex structure. أول حاجة بنتكلم عليها إن إحنا عندنا two main fibers في العصب، الـ A delta fibers والـ C fibers. طيب الـ A fibers دي اللي موجودة فوق خالص وعلى حواف، على البيريفري، على الأطراف بتاعة العصب، ودي دايما بتبقى مسؤولة عن الإحساس بالحاجة الساقعة، ديت اللي بتدي نيرف اندينجز بيخش مع الدنتينال تيوبيول، بيخش داخل الدنتينال تيوبيولز مع الاودونتوبلاستيك بروسيسز. اما السي فايبرز دي دايما بتبقى موجوده في الكور او في وسط العصب، وبتبقى لوكيتد فيرذر داون، مش موجوده قوي ناحيه الاطراف، ودي اللي بتبقى مسؤوله عن الدال ايكينج بين، ودي اللي بتقدر تنجو وتسرفايف الحالات اللي فيها سيفير انفلاميشن وهايبوكسيا وخلافه. وده دايما بي عندنا سؤال، انت بتبقى داخل لحاله نكروتيك او ما شفتش فيها بليدنج، وبتدي تعمل فايلنج للبيشنت، يبتدي البيشنت يتوجع وتبقى مش عارف الوجع ده جاي منين. الحقيقه انه ده في الغالب جاي من السي فايبرز اللي بتقدر تنجو في ظروف صعبه جدا. دايما بيقولوا عليها last thing in last thing out. في ثيوريز كتير قوي للدنتينال بين في العموم، ولكن اكتر ثيوري اكسبتد هي ثيوري اسمها هيدروديناميك ثيوري لعالم اسمه براين ستورم او برانا مارك، دول من اللي ابتكروا او طرحوا الثيوري ديت. عباره عن ان انا عندي فلويد، الفلويد دوت اسمه دنتينال فلويد، موجود داخل الدنتينال تيوبيولز. اي حاجه او اكسترنال ستيمولاي بتحرك الفلويد ده، زي ما يكون حاجه عندي ثيرمال هوت او كولد او ميكانيكال تحريك بروب او حتى كيميكال، اي تحريك للفلويد دوت بيبتدي في الاكسبوز طبعا دنتينال تيوبيولز، يبتدي يضايق النيرف endings اللي موجودة، زي ما قلنا الـ A delta fibers بالذات هي اللي ليها nerve endings داخل الـ dentinal tubules جنب الـ odontoblastic process، وتبتدي يعمل action potential ويبتدي يجنريت pain. ودي كانت أكتر theory accepted for dentinal pain إلى وقتنا هذا. طيب زي ما قلنا انا عندي نوعين، الاي دلتا فايبرز اللي هي بتبقى فوق خالص، دي اكتر حاجه بتحس بالهواء بالهيت بالكولد انا اسف وبالدريننج، لكن السخن بيبقى اكتر ناحيه السي فايبرز. السي فايبرز هي اللي بتحس بالحاجه السخنه وبتديك الدل ايكينج بين. علشان كده في بدايه مراحل البالبايتس بنحس بالسائع، ده في الايرليست ستيج، وبعد كده لما يبتدي الانفلاميشن ده يبتدي يدمر الاي دلتا فايبرز، بنبتدي نحس بسائع وسخن، لان بيبتدي السي فايبرز تتاثر وهي لوكيتد في الكور اكتر. بعد كده بيبطل السائع ياثر، وبنقيس ان السخن بنصل لمرحله اسمها هوت توث، ان كل حاجه سخنه قوي هي اللي بتضايق جدا. ده اخر الـ او اخر الستيجز بتاعه البالبايتس. طبعا كلنا عارفين من واقع الشغل في الكلينكس ان اي كواليتي بين كنترول انت هتديه للبيشنت هيديك ا هابي بيشنت، ا ساتيسفايد
patient، وده هيؤدي الى ان انت هيجي لك مور بيشنتس، ان كل واحد يقول للدكتور ده ايده خفيفه، الدكتور ده عملت عنده التريتمنت بلان الفلانيه او الحاجه الفلانيه وما كنتش حاسس. وبالتالي دي حاجه مهمه جدا لحضرتك في العياده انك انت تاخد بالك منها. علاج اي بين في الدنيا يندرج تحت الثلاثة ديز. أول حاجة لازم حضرتك تدياجنوز البين ده جاي منين، لازم يبقى فيه correct diagnosis عشان تعرف السبب علشان تقدر تبطل السبب ده. تاني حاجة ان حضرتك تعمل definitive treatment، دي clinical steps اللي بنعملها. تالت حاجة ان حضرتك تprescribe drugs. زي ما احنا قلنا الستيجز بتاعة الانسلت في العموم، ان انا بيبقى عندي healthy tooth بتديني pain response طبيعي لإلكتريك وكولد ستيمولاي، وبعدين يبتدي يبقى عندي hyperemic tooth بعد ما احنا بنشوف كيرز يبتدي يظهر. الhyperemic tooth ديت اللي هي اللي بنسميها reversible palpitis، دي بتبقى ليها هايبر ريسبونس شويه للالكتريكال وسويت وكولد ستيمولاي. ونلاحظ جدا وجود ان هنا الكولد هو العامل، لان الجزء ده مهم في الدايجنوستس، ان انا اعرف انا في ايرلي ستيج دي حاجه ريفرسبل، ممكن ابتدي افكر في تريتمنت اوبشن زي روت كانال او زي فيتال بامب ثيرابي، ولا انا عديت الجزء الريفرسبل ده وما بقاش قدامي غير الروت كانال تريتمنت. بعد كده بيبتدي يبقى فيه ريسبونس للورم ستيمولاي الهوت، يعني انا كده بدات اثر على السي فايبرز وبدا يبقى عندي سبونتينيوس بين. ما دام اي حاجه من الحاجات دي بلس وجود اي بري ايبيكال باثوزز، يعني بدا يبقى فيه بين اون بيركشن او العيان لما بيعض على الضرس بيتوجع، يبقى كده الانفلاميشن ما هوش كونفايند للبلب فقط، لا ده احنا كده بدأنا نخش في الديبر بورتس بتاعت البلب وبدأنا نكستند البريبيكال اريا. وفي الحالة دي اكيد مش هفكر في التريتمنت بلان بتاعتي في فيتال بلب ثيرابي، انا كده خلاص بدأت ابقى اكون في الليت ستيجز وهروح الى البلبكتومي او الروت كانال تريتمنت. في الاخر خالص طبعا بنبتدي نخش بقى ان البلب ده بيبتدي يحصل له نيكروسس، وبعدين بنبتدي نشوف انفكشن في البريبيكال اريا وبنبتدي في الابسس فورميشن. في كلمة مشهورة جدا لمحاتما غاندي بيقول انه الكوركت دايجنوزز از 3/4 ذا ريميدي، يعني ان حضرتك تصل لدايجنوز الصحيح ده 3/4 العلاج. والحقيقة انه ده كلمة صحيحة جدا جدا. والمشكلة ان الدايجنوزز هو عبارة عن سلسلة متكاملة من الحاجات اللي احنا بناخدها او رحلة بناخدها عشان نقدر نوصل للدايجنوزز. في اوقات بيبقى الدايجنوزز فيها سبوت دايجنوزز وسهل وظريف ونقدر ان احنا نصل له على طول، وفي اوقات الدايجنوزز بيبقى صعب جدا وما هواش ستريت فورورد خالص. علشان كده احنا لازم نشوف الصورة كاملة، ودي احد الحاجات اللي بتضايقني شوية في ال الاونلاين عموم الاونلاين شيرنج للكيسز، ان في ناس بتشير كيس على الاونلاين من غير ما توري الصوره كامله. احنا محتاجين كلينيكال بيكتشر، نبقى فاهمين البيشنت ده اون ذا كلينيكال ليفل بيشتكي من ايه او ايه التستس اللي اتعمل له على اللي عملته عشان نقدر نصل للدايجنوزز. في ساينز وسيمتومز معينه او بنسميها بيشنت انترفيو، اسئله واضحة وصريحة بنقولها للبيشنت بتوصلنا لدايجنوزز أسهل. في بعض التستس اللي بتتعمل بلس الريديوغرافيك انتربريتيشن، كتير قوي نبص نلاقينا حد ناشر صورة أشعة وعايز يصل من الاكس راي لدايجنوزز، وده طريق قصير جدا ومقتصر على نوع واحد من الأنواع اللي بنستخدمها للدايجنوزز. طيب في بعض الأسئلة كده الستاندرد اللي لازم نسألها للبيشنت بتاعنا أول ما يبتدي يبقى داخل وواضح إن هو عنده أتشيف كومبلين ليه علاقة بالروت كانال. أول حاجة هي اللوكاليزيشن، بمعنى إن في سؤال حضرتك تقدر تسأله للبيشنت، انت قادر تحدد السنة اللي وجعك ولا لا؟ السؤال ده الغرض منه ايه؟ الغرض منه ان حضرتك تعرف هو عنده a palpal pain strictly palpal pain ولا عنده
بدأنا نخش في البري إيبيكال إيريا، لأن وانس البيشنت قال لك السنة دي هي اللي وجعاني، ده معناه إنه بدأ يبقى عنده بروبيوريسبشن، والعصب ما فيهوش الخلايا اللي هي أغلب غالبا بتبقى اسمها A بيتا فايبرز، مش ما عندوش الA بيتا فايبرز أو موجودة بنسب ضئيلة جدا. فالبيشنت اللي بيبقى عنده strictly palpal pain بيبقى عنده referred pain، يجي يقول لك أنا نص وشي وجعاني، أنا ودني وجعاني، أنا عندي صداع، لكن ما بيقدرش البين بوينت ده exact التوث أو السنة اللي عاملة المشكلة أو offending tooth. فأول حاجة بنشوف هو البين localized ولا مش localized. تاني نقطة بسأل عليها هي الكومنسمو أو البداية، بداية الوجع ده كان جاي منين. في بيشنت يجي لك يجي يقول لك والله إن السنة دي وجعتني من 3 سنين، وبعدين بدأت أخد مسكنات ومضادات حيوية وهديت، وبعد سنة رجعت توجعني وهديت، وبعدين لما المضاد الحيوي ما بقاش جايب نتيجة بدأ يجي لك العيادة. يبقى احنا هنا بنتعامل مع أكرونيك ديزيز، وما دام هو جاي لك موجوع يبقى اكيوت اكزاسربيشن اوف كرونيك ديزيز. لكن لو البيشنت قال لك والله انا كنت زي الفل ونمت وصحيت لقيت نفسي ورمان، يبقى احنا داخلين في حاجه اكيوت ديزيز. ثالث حاجه الانتنسيتي، يعني مثلا عاده بنحطها اون سكيل من 0 ل 10، 0 البيشنت مش موجوع خالص، 10 البيشنت موجوع جدا. فانا باجي اقول له حضرتك موجوع قد ايه؟ والله لو البيشنت دوت عنده acute palpitis او acute epical abscess هيقول لك 100 مش 10. لو البيشنت دوت عنده reversible palpitis او sensitivity او حاجه ممكن تكون periodontal pain هيقول لك انا متضايق، يعني بنتكلم في 3-4. وده ممكن يساعدك ان انت تشوف هل هو هي strictly او حاجه endodontic ولا ممكن تكون حاجه periodontal زي مثلا pocket. طيب البروفوكيشن والاتينيويشن دي من الحاجات المهمه ان حضرتك تسالها ايه اللي بيضايقك او اللي بيريح الوجع. يعني البيشنت دوت تبتدي تساله انت متضايق من سخن ساقع حلو، يبقى احنا كده بنتكلم في بالبل بين، ولا متضايق لما بتعض على السنه، يبقى احنا بنتكلم في بري ايبيكال بين وميكانيكال فانكشنال بين. طيب ايه الحاجه اللي بتهدي او الحاجه اللي بتزود؟ لو بنتكلم زي ما قلنا في الاول ساقع بس يبقى early stage، ساقع وسخن يبقى احنا في النص، سخن بس بنوصل لمرحله في الاخر ان البيشنت بيجي لك حاطط حاجه ساقعه على السنه وبيقول لك انا بهدى لما بحط حته ثلجه او كان بيبسي او تشافر على السنه وهو جاي بيها. طب وده بيحصل ليه؟ لانه الساقع بيقلل الانترابالبال بريشر اللي بيكون وصل لمراحل عالمية جوه البلب من الانفلاميشن، فبيبقى ضغط الدم عالي جدا جوه، وانس بيحط حاجة ساقعة بيهدي البريشر شوية وبينزله وبيهدي البين شوية مع البيشنت. اخر حاجة هي الديوريشن، ودي بتبقى مهمة ان انا ابقى فاهم البيشنت دوت تخطى مرحلة الريفرسبل ولا لا. احنا قلنا الريفرسبل لازم يبقى بيتوجع on stimulus، الستيمولس ده لازم يكون ساقع، ما ينفعش يبقى دخل معانا سخن او عض في الموضوع، وما يكونش lingering. يعني ايه lingering؟ يعني انا مثلا بشرب مية ساقعة، البيشن موجوع، بلع المية، الوجع راح، لكن هيبتدي لينجر ويقعد معانا نص ساعة او ساعة، يبقى احنا كده دخلنا في مرحلة spontaneous pain. spontaneous pain يعني النيرفز من كتر الانفلاميشن عمالة تدي impulses وتفاير لوحدها من غير ما يكون في stimulus قدامها، دي مرحلة متقدمة جدا من الانفلاميشن وبيتسمى هنا irreversible palpitis. طبعا تيستس بنقوم بعملها مهمة جدا زي البركشن والبالبيشن. النصيحة الوحيدة في البركشن انك ما تروحش على السنة اللي وجع البيشنت على طول، لازم تبقى واخد سنه كونترالاترال او سنه تانية تكون انت عارف انها ساوند، بحيث يبقى البيشنت عارف الوجع الطبيعي ايه، وبعدين تروح على السنه اللي انت شاكك انها الاوفندنج توث وتبتدي تعمل عليها بركشن. نفس الكلام بالبيشن، وده بيحصل كتير جدا ان البيشنت لما يكون عنده ايبيكال بيريدونتايتس او ابسس يكون النقطه اللي عند الروت هي اللي وجعاه، ويجي يشاور لك عليها ويغششك المكان بتاع السنه اللي فيها مشكله. طبعا ما بقيناش نسميها بالب تيستينج، احنا عارفين كويس قوي ان كل البالب سنسيتيفيتي تيستينج دوت بقى مسمى خاطئ، وبقينا نسميها سنسيبيليتي. ليه؟ لانه او فيتاليتي تيستينج بمعنى اصح بقى مسمى خاطئ، بنسميها سنسيتيفيتي وسنسيبيليتي. ليه؟ لانه علشان اقول ان حاجه فايتال ولا لا لازم اشوف البلاد سبلاي. ولو لاحظنا كده كل التولز اللي موجوده في الفور بالب سنسيتيفيتي تيستينج هي بتست النيورال كونتنت النيرفز، مش بتست البلاد.
وده مش انديكتيف. بمعنى مثلا لو لا قدر اي حد اتخبط في كوعه، كوعه هيبقى منمل. لو حضرتك شكيت كوعك وهو منمل ممكن جدا ما يرضاش يرسبوند. هل ده معناه ان كوعك بقى نيكروتيك او بقى ميت؟ نو، في بلاد سبلاي، النيرفز خدت تروما ومش بترد. علشان كده احنا لا نعتد بالسنسيتيفيتي تيستينج تماما بعد حالات التروما، لان البلب مخبوط فانا مش قادر اجزم ان هو رد النيرفز اللي فيه او ما ردتش انه ده فايتل ولا نيكروتيك. لكن اقدر اجزم بايه؟ بالبلاد سبلاي. وما زالت الاجهزه اللي بتست بلاد سبلاي مش ابليكابل في العيادات، او احجامها مش ابليكابل في العيادات، وبالتالي احنا بناخد دي از سكندري ميجر مش از برايمري ميجر. طبعا اشهر طريقه الحاجات الثيرمال زي الريفريجرنت سبراي زي الاندو ايس مثلا. في ناس بتستخدم الهوت تيست مثلا زي الكوندنسر السخن، وفي ناس طبعا بيجو فور الالكتريك بالب تيستينج. طيب في بعض السبيشال تيستس بتتعمل لبعض الحاجات. مثلا لو انت عندك مشكله انك تدايجنوز الاوفندنج توث، تقدر تعمل ما يسمى ب تيست كافيتي. اتس ا بيت اجريسيف، بس في بعض الاحيان مثلا زي انت عندك توث عليها ريستوريشن، والسنة دي انت شاكك انها المشكلة وشاكك انها ممكن تكون نكراتك بس مش متأكد، ما تديش بنج وابتدي شيل الريستوريشن ديت. لو البيشنت حس بوجع يبقى اذا يبقى فيه سنسيتيفيتي، يبقى ما هياش نكراتك، يبقى مش هي الاوفندنج توث او مش هي المشكلة الرئيسية. دي احد الحاجات اللي بتستخدم ولكن انفيزف بنلجأ لها في الاخر. من الحاجات المهمة جدا وبنلجأ لها في بعض الأحيان هي السيلكتيف أنستيزيا تيستينج. إيه السيلكتيف أنستيزيا تيستينج؟ الحقيقة أنا بلجأ لها دايما في حالات اللي بيحصل فيها ريفيرت بين. فأحيان يجي بيشنت يكون مصمم إن في مثلا زي أنت عملت له أندو في أبر فايف وعنده إكسبوزد لور إيت، شوف المسافة قد إيه بعيدة. اللور 8 الاكسبوز دوت عامل بين ريفيرد للابر 5، بس طبعا لازم يكون في نفس السايد. البين ما بيبقاش ريفيرد من الرايت للرفت، يعني ممكن يكون ابر ولور ولكن يا ليفت سايد يا رايت سايد. المهم انت تيجي تبص على الروت كانال تريتد توث دي تلاقي ما فيش فيها مشكله خالص، تلاقي ما فيش بريبيكيديوسنش، ما فيش بينو بركشن، ما فيش بينو بالبيشن، ولكن البيشنت حاسس عندها البين لان البين بيبقى ريفيرد اوقات للاستنام بالذات اللي معمول لها روت كانال، وانت شايف حاجه واضحه جدا اكسبوزد في نفس السايت بس لور. البيشنت صعب جدا يقتنع ان مش هي دي الاوفندنج توث الا اذا عملت السيلكتيف انستيزيا تيستينج. بتدي نيرف بلوك في الناحيه دي في اللور، والبيشنت بعد ما بيتخدر تبتدي تقول له اشرب الميه اللي كانت وجعك، يجي يشرب ما يلاقيش وجع وانت مخدر له الناحيه اللور عشان يبتدي يقتنع ان الوجع ده جاي من اللور مش من الابر. احد التستس برضو اللي بتستخدم في احيان علشان نشوف اذا كان في كراك او لا، بس طبعا لازم يكون كراون اوريجينيتنج كراك، لان في احيان بيبقى كراك ده في الروت، هو البايتنج تست. البايتنج تست دوت ان حضرتك بتجيب حاجه نسميها توث سلوث، او خلي بيشنت يعض حتى على ظهر مرايه. في بعض الاحيان بس بتبقى عايز البيشنت يعض بدايركشنز مختلفه عشان لو في كراك وعض على الكراك يفتح فيبتدي يتوجع. وممكن نستعيد عنها بالسيلكتيف بيركشن، انت تعمل بيركشن بزاويه على كل قصب، ممكن تلاقي سنه مش بتوجع الا بزاويه واحده، الزاويه اللي بتفتح الكراك في الكراكت قصب دوت، وتبتدي تكتشف الكراك الكراون اوريجينيتنج كراك. طيب في بعض الكونديشنز اللي بتكون فرستريتنج وصعبه شويه او تشالنجينج شويه في ان حضرتك تصل فيها لدايجنوسس، اشهرهم لو انت عندك روت كانال فل وجميل في الابر كاناينز فولو باي الميزيوباك روت بتاع الابر 6 وشفتها كمان في الابر 5. فاحيان بتلاقي ان انت في اندو كويس جدا لكن البيشنت موجوع باستمرار. تيجي ناخد سي بي سي تي تبص تلاقي ما يسمى الفينستريشن. يعني ايه فينستريشن؟ الفينستريشن دي يعني ان في جزء بسيط من الروت خارج بره البول، وده الفرق ما بينه وما بين الديهيسنس. الديهيسنس بيبقى فيه المارجنال بون بيكون
ديفكتيف زي هنا, زي هنا اسف, ولكن الفينستريشن بيكون ساعات كتير قوي يدوبك الجزء الاخير بس من الروت هو اللي خارج, ودي بتبقى موجوده بكتير جدا من القناين. طب ايه المشكله لو في جزء خارج من البون ومتغطي بس بالبريوستيوم؟ طول ما السنه دي فايتال حضرتك ما عندكش مشكله, لكن لو السنه دي اتعمل لها روت كانال تريتمنت بقى عامل زي بوكت بالظبط واصل بالايبيكال فورم, وهيفضل الجزء ده فيه بين مهما حضرتك عملت اندوري تريتمنت. وفي الحاله دي بعد ما نكتشف الكونديشن دي في الكومبين سي تي بيبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا نغطس الجدر تاني وندخله تاني مكانه داخل البون بإبيسكتوم, بنعمل إبيسكتومي للجزء الأخير ده من الجدر, وممكن طبعا نعمل ريترو كافيتي وريترو فيلينج ببايو أكتف ماتيريال, بس هي الفكرة أن حضرتك بس تغطس الروت تاني ترجعه مكانه, وساعتها البيشنت بيهدى ويرتاح, ودي من أحد الكونديشنز التشالنجين جدا اللي بتقابلنا في الكلينكس. أحد الكونديشنز التشالنجين الأخرى الفيرتيكال روت فراكتشر بالثلاثي المعروف بتاعه, أن أنت يكون عندك جي شيب radiolucency و solitary deep pocket و recurrent endodontic infection. التلاتة دول لما بتلاقيهم في حالة تبتدي تشك على طول في vertical root fracture. طيب اشمعنى يعني جيشيب radiolucency؟ اشمعنى هي شخصيا اللي ببقى قلقان منها؟ خلونا نتفق ان اي بون بيحصل له resorption لما يكون خارج بكتيريا من حتة معينة, عشان كده في الروت كانال في العادي عندي بيري ايبيكال ريديولوسنسي, لكن لما بيكون عندي بيري راديكال ريديولوسنسي يبقى في بون بيرزور بطول الجدر, ايه اللي مخرج بكتيريا بطول الجدر؟ يا ده يا بيريو اندو ديفكت, يا اما لاترال كانال كبيره عملت لي لاترال ريديلوسنسي وبيري ايبيكال ريديلوسنسي ولضموا في بعض مثلا, يا اما في كراك بطول الجدر ادى الى ان البكتيريا خارجه بطول الجدر وادى الى شكل الجي شيب ريديلوسنسي. طبعا في احيان ما بنكونش محتاجين نتست اصلا البوكت, بيبقى واضح جدا وجود الجي شيب ريديلوسنسي في الاكس راي, ساعات بيبقى واضح بالماجنيفيكيشن بعينك كده وانت شايف الكراك ماشي ونازل واصل لحد بالب تشامبر زي ما هو واضح جدا في الصوره دي, و في احيان بنضطر ادي 2 دي ايمج, بضطر اخد كومبين سي تي لانه في هنا سوبر امبوزيشن ما بين البك البون واللينجوال بون, ففي كراك ولكن مش هيتضح في 2 دي ايمج, والبيشنت هيفضل يشتكي 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 لحد ما حضرتك تاخد كومبين سي تي وتكتشف شكل الجي شيب ريديلوسنسي اللي ناتج عن الكراك. بعد ما نخلع ادي الشكل بتاع الكراك بيكون واضح وصريح. فدي من الحاجات لما بيكون الروت كانال شكله كويس في الأشعة ما تتدخلش بري تريتمنت. أنا مش من النوع اللي بحب خالص أتدخل في بري تريتمنت إلا بعد لما أشوف السبب. طالما حضرتك ما حطيتش إيدك على سبب الفيلير للكيس دي يبقى حضرتك ما تعملش ري تريتمنت. برضو من التشالنجينج كونديشنز اللي احنا جبنا سيرتها الريفيرد بين, وده مثلا مشهور جدا في حالات الماكسيلري ساينس والماكسيلري مولر. يعني انا لما يجي لي بيشنت سواء كان روت كانال تريتد توث او توث كانت وجعاه وحاسس بوجع ناحيه الدنتال اريا عامه في الماكسيلري, ويجي مثلا في وسط كلامي يقول لك ده انا لسه قايم من دور صعب, ده انا كنت عيان من اسبوع او 10 ايام واسناني وجعتني, ما تحاولش تعمل له حاجه في الوقت ده الا اذا شايف باثوزس واضح طبعا, بس ممكن جدا تكون ريفيرد بين من الماكسيلري ساينس مثلا. تاني حاجه ان ساعات كتير الامباكتد مولرز بتبتدي تعمل بين يبقى راديتنج لحد الاير, وده بيبقى بنشوفه كتير في العيادات. وطبعا البالبل بين, وزي ما قلنا ان هو يقدر ان هو يدي ريفيرد بين حاجه سواء كان للودان او خلافه او دنتال, ولكن in the same side في نفس النص ما ينفعش ينقل من جنب لجنب. ريكاب سريع كده, لما تجيلي patient لازم ابقى فاهم هو موجوع من ايه, سخن ساقع حلو, بنتكلم في palpal pain strictly palpal pain ولا في pain مع العض, وبدأ يبقى عندي peri-epical pain. peri-epical pain دوت هل هو epical periodontitis ولا بدات اخش في ابسس فورميشن من خلال الاشعه, هل في بري ايبيكال ريديلوسنسي ولا لا, هل في بوس او في بريشر واضح
جو تحت البري ايبيكال اريا فهو ده اللي عامل بين او يكون عندي سويلنج، فلازم علشان اقدر اتدخل والبيشنت موجوع ابقى فاهم الوجع جاي منين بكل التولز بتاعت الدايجنوسيس بلس طبعا الريديوجرافيك انتربريتيشن اللي احنا ذكرنا امثله كتير منها. طيب جاي لك العيان موجوع، ايه الامرجنسي بروسيجرز اللي حضرتك تقدر تعملها بيست اون ا كوركت دايجنوسيس؟ عندنا ثلاثه مفيش غيرهم في روت كانال تريتمنت امرجنسي بروسيجر او اشهرهم، طبعا في غيرهم بس انا بتكلم ان انت عندك بالبوتومي بالبكتومي او هتعمل كليننج اند شيبينج بلس طبعا وجود حاجات الانسيجن اند درينج، في جزء منها ليه علاقه بالاندو وفي جزء منها في الفيشل سيليولايتس والحاجات دي بيبقى اكتر ناحيه السيرجري. انا هتكلم عن الحاجات اللي موست بروبلي بنعملها. حضرتك لو جاي لك البيشنت دوت باكيوت بالبايتس ستريكتلي بالبايتس مفيش بينهم بركشن، دي الحاله الوحيده اللي مسموح لحضرتك تعمل فيها بالبوتومي. تمام، ليه؟ لو انت ما عندكش وقت تعمل بالبكتومي، عاده البيشنت دوت بيبوب اب كده في حياتك يخش في وسط المواعيد حالا انا محتاج انا موجوع جدا، فحضرتك مضطر تفتح له ان ايمرجنسي اكسس تشيل الكورونال بالب تيشو و تعمل له او تحط له تامبري دريسنج. طيب طبعا في هنا اختلاف كتير ما بين الفورماكريسل نستخدمه ولا ما نستخدموش، انا ما زلت بشوف ان الفورماكريسل استخدامه في الحاله دي يمشي، ولو ان دلوقتي الناس كلها متجهه جوفرا فول روت كانال تريتمنت. الحمد لله احنا ربنا رزقنا بروتريز دلوقتي وبنقدر نخلص كليننج اند شيبنج في وقت قياسي، ولكن لو انت مزنوق قوي ستيل مسموح انك تحط فورماكريسل. في ناس بيحطوا يوجينول بدل الفورماكريسل لو انت قلقان جدا، ده برضو فاليد. كرونال سيل في الحالات دي مهم جدا لانه احنا عارفين ان الفايتال كيسز اي حد بتاع عنده بيحب يخلصها ان سنجل فيزيت، لان الفايتال كيسز البكتيريا اللي هي اكتر حاجه انا خايف منها غايبه من المشهد اصلا، فالفايتال كيسز احنا بنحب نخلصها في سنجل فيزيت. لو لاي سبب من الاسباب هتعملها على مالتي فيزيت انا ببقى قلقان جدا من الكرونال ليكتش، لان ده المدخل الوحيد للبكتيريا انه يخش لي في المشهد ويقلل لي السكسس ريت. في الاندو احنا السكسس ريت عندنا فايتال كيسز 95%، نيكروتيك كيسز نزلنا ل 85 او 80%، فانت بتضحي ب 15% سكسس ريت لو شويه سلايفا دخلوا بس في كيس زي دي. عشان كده في الحاله دي كورونال سيل مهم جدا، انصح حضرتك انك تجو فور بلس ايونومر بدل ما تحط تاب ريفيلنج عادي. تاني نقطه البالبكتومي لو في وقت طبعا في اي فايتال كيس سواء كان ريفرسبل او ايريفرسبل بالبايتس نعمل كومبليت كليننج اند شيب. النقطة اللي دايما بنصح بيها بلاش بارشل بالبكتومي في سنة ناويين نعمل فيها كومبليت كليننج اند شيبينج. يعني ايه؟ يعني حضرتك يا تعمل بالبوتومي يا تكمل جميلك وتعمل فول كليننج اند شيبينج. في ناس بتشيل الكورونا البالب تيشو وتبتدي تطمن بس ان الكانالز موجودة بفايل صغير زي فايل 10 او 15، حضرتك بتلاسريت ال راديكولر بولب بدون لازمه، وده ممكن جدا يؤدي الى ان البيشنت ده يتوجع في المستقبل بعد ما حضرتك تتمبورايز. فيا اما بالبوتومي وبلاش فايلات، يا اما خلينا في الكومبليت بالبكتومي وكليننج اند شيب. طيب بالبكتومي شيء وان انت حضرتك تعمل كليننج اند شيبينج شيء، لو انت بدانا نخش ان دي ما بقتش فايتال كيس بقت نيكروتيك كيس او بقى نيكروتيك بايبيكال بريدونتايتس او بقى نيكروتيك بابسس، ده معناه ان البكتيريا لعبه دور رهيب في البين، انا محتاج اقلل البكتيريا داخل القناه بكل شكل من الاشكال. فمش هينفع فقط ان انا اعمل بالبكتومي او كليننج اند شيبينج سريع، انا هنا حتى لو البيشنت جاي لي في وسط المواعيد عايز تعمل ايمرجنسي صح لازم تعمل فول اريجيشن بروتوكول علشان تقلل البكتيريا لود داخل الكنال. تحاول قدر المستطاع انك ما تعملش ما تزقش اي دبريز، تعمل كل التكنيكس اللي هنقولها ليتر اون في اللكتشر ازاي ان انت تقلل الدبريز انها تنزل في البريبيكال اريا علشان تقلل الانفلاميشن و بوسيبيليتي حدوث رياكشن عنيف في البريبيكال اريا. وممكن نفكر نحط انتر كانال ميديكمنت اشهرهم طبعا الكالسيوم هيدروكسيد وهنتكلم عليه بالتفصيل. طيب هنبتدي نتكلم على البيشنت ده جاي لنا بالسويلنج. السويلنج ده نوع من اتنين،
اكسترا اورال سويلنج، انا في الحالات الاكسترا اورال سويلنج مش بحب اتدخل قبل ما العيان يفش، لان العيان بيبقى موجوع جدا ومش مستحمل حاجه. فعاده انا بدي انتي بايوتكس وانالجيسكس لحد ما العيان يبتدي يحصل له ريزولوشن للسويلنج دوت، وابتدي اتدخل اشوف الاوفندنج توث وابتدي اعمل كليننج اند شيبنج بروسيجر او روت كانال بروسيجر بتاعتي. لكن الانترا اورال سويلنج بقى دي قصه تانية خالص. لما بنلاقي بقليله فوق السنه كده او فوق الروت بتاع السنه عند البيشنت، ساعتها افضل طريقه ان احنا نتدخل نعمل ستاب انسيجن بحيث ان انا ايفاكيويت الباس اللي موجود دوت، وبعد كده بقدر اعمل كليننج اند شيبنج عادي خالص للسنه دي. وممكن في هذه الحاله بما اني انا عملت اوريدي ستاب انسيجن، ان انا كاني اسمها ارتفيشال فيستيوليشن، يعني انا فتحت انا الفيستولا للباس. في الحاله دي انا ما عنديش مانع ان حضرتك تخلص سنجل فيزيت. ليه؟ لان الباس مش هيتجمع، الباس عنده وسيله انه يخرج، وبالتالي البيشنت مش هيحس ببين. طبعا الارتفيشال السيرجيكال بريفينيشن ده كان تكنيك في بعض الاحيان بيستخدم لما ما بيكونش الباس عمل دينودنج للبون وخرج ببقليله زي ما بنشوف كده، ولكن اعتقد انه بطلنا نستخدم التكنيك دوت لانه انفيزيف ولانه بيشيل بون، وبقى في تكنيك بديل ان احنا نعمل دي كومبريشن. دي كومبريشن يعني من الاخر ان انا بحاول اشد الباس ده من الكنال. زمان كانوا بيعملوا تكنيك كده ان انت توسع الايبيكال فورمن علشان تطلع الباس. هو انا في ان ماي كلينيكال اكسبيرينس، الباس لو متربع في البري ايبيكال اريا مش هيطلع لك من الايبيكال فورمن على الاكسس، حضرتك لازم اللي تشفطه. في الفتره طبعا او السنين الاونه الاخيره بقى عندنا نيجاتيف بريشر ايريجيشن سيستمز قائمه على انها بتشفط متوصله بالسكشن، وهنتكلم عنها بالتفصيل. ممكن نعمل تكنيك يسمى دي كومبريشن. التكنيك ده ان حضرتك من الاخر كده بتوصل حاجه بالهاي فوليوم سكشن، اخر الـ 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 الخرطوم دوت تقدر توصل له تيب رفيعه جدا زي التيب بتاعت الكالسيوم هيدروكسيد كده، والتيب دي رفيعه لدرجه انها تقدر حتى تعدي الايبيكال فورامين وتشفط الباس من داخل البري ايبيكال اريا او البوني كافيتي لو موجود بوني كافيتي. ففي الحالات دي انا بحب جدا الدي كومبريشن ده، بيشفط الباس، بيريح البيشنت والبريشر اللي في الاريا ديت، وبيحسن جدا البين اللي جاي لك بالبيشنت العياده بدل ما نخش في سيرجيكال تريفينيشن. طبعا نقطه مهمه جدا لاي مريض السايكولوجيكال مانجمنت بتاع البيشنت دوت. لازم حضرتك تعمل patient education, proper patient education, treatment option emphasis, communication مع البيشنت, pre-operative discussion, post-operative instructions و tranquilizers إن احتجت. هنتكلم على نقطة نقطة من دي بالتفصيل. أول حاجة patient education، إن حضرتك لازم البيشنت بيبقى جاي لك مش عارف الأهوال اللي هيشوفها، فلازم تبقى في بعض الفيديوز وبقى موجود منها كتير جدا أونلاين، إيه البروسيجر اللي هو محتاجها ومحتاج البروسيجر دي ليه، وده بيفرق جدا مع البيشنت إن أنت تتيك الوقت إن أنت تقول له هو محتاج ده ليه وهيفيده في إيه. كل التريتمنت اوبشنز حضرتك تحطها قدام البيشنت، especially في الحالات اللي تنفع. يعني في حالات التو ستراكشر كويس ومسوسه وداخله على بالبايتس ما فيش فيها غير روت كانال تريتمنت، لكن في حالات مثلا السنه مهلهله التو ستراكشر مش حلو الريستورابيليتي از كويستشنبل، هل الحالات دي شبه الحالات الثانيه؟ اكيد الاجابه هتكون لا. اسف انا بس محتاج تشارجر. حاجة in question أنا قلقان منها، أكيد هتجه إن أنا أقول للبيشنت لا في أوبشن تاني إن إحنا نإكستراكت، وأبتدي أشوف شخصية البيشنت هل هو مع الإكستراكشن ولا هل هو مع إن إحنا نحافظ على التوث ستراكتشر. طبعا الكوميونيكيشن بتاع البيشنت مهم جدا، إن أنا أصل معاه إن أنا ساعات البيشنت بيقول لك إن أنا اتوجعت هعمل إيه؟
فانت لازم تبقى تقوله ان يقدر يشاور لك ببعض الساينز علشان توقف ان استدعى او ان احتاج الامر. pre-operative instructions، هل في instructions في pre-operative؟ طبعا، يعني مثلا كيس زي اللي قصادنا دي، الكيس ديت فيها pre-epic radiolucency، pre-radical radiolucency عنيفة، انا شاكك انها ممكن تكون restorable ولا لا، في crown على السنة دي، ممكن لما اشيل crown اقرر اخلع، وممكن لو ما قررتش اخلع وبدأت اعمل root canal treatment الحالة دي بتقولي ده هيحصل لها flare up، لان الحالات دي البيشنت لو جاي لك مش موجوع تقلق اكتر من لو جاي لك موجوع، لان اول ما حضرتك هتتدخل هتبتدي تعمل حاجه اسمها تغيير في اللوكال ادابتيشن سيندروم. يعني ايه؟ البكتيريا اللي موجوده جوه القنوات دي مش قادره على البودي ديفنس ميكانيزم او الاميون سيستم، فزي ما تقول ايه، في معاهده سلام حذره ما بين الاثنين يعني. لكن حضرتك لو تدخلت من الكورونا، لو بدات تهاجم البكتيريا هتحصل خناقه، الخناقه دي بتسمى فلير اب، بتترجم لي بين. ففي الحالة دي البيشنت لو مش موجوع قبل ما تلمسه تقوله انت مش موجوع، بعد كده احتمال جدا تحس بوجع، ولما يتوجع ساعتها او يحصل فلير اب، وطبعا مطمنه ان هيبقى فيه ادوية وهيبقوا كام يوم وهيعدوا كل الكلام ده، لكن لما يتوجع يبقى متوقع. لكن لو اتوجع وهو مش متوقع اكيد اكيد هيتخيل ان حضرتك تدخلت تدخل خاطئ او عملت حاجة غلط. post-operative instructions ده شيء مهم جدا، البيشنت بعد ما حضرتك عملت احسن روت كنال في الدنيا ونزل ركب عربيته وروح، ما بقاش عارف ياكل ولا ما ياكلش، يشرب ولا ما يشربش، بالنسبه لحضرتك ممكن تكون تعبت في الحاله ومش قادر تدي بوست اوبرتيف انستراكشنز، لكن في الحاله دي بيبقى بالنسبه له هو هيحاول يطردك عشان يعرف هو يتصرف ازاي دلوقتي. فبعد ما تخلص الكيس لازم حضرتك تكونسيدر طبعا ان انت تدي جود بوست اوبرتيف انستراكشنز للبيشنت، تقول له هو انت متوقع وجع ولا مش متوقع وجع. وفي اوقات الكوميونيكيشن مع البيشنت اللي بعديها مهم، يعني بيشنت جاي لك باكيوت بالبايتس كلمه ليلتها بالليل هتسمع احلى دعوه في حياتك. بيشنت جاي لك بفلير اب وبفيشيل سيليولايتس ما تكلموش قبل 3 ايام، لان هو على ما يهدى والانتيبيوتكس تبتدي تشتغل وتكيك ان هتبص تلاقيها اراوند اليوم الثالث، في 3 ايام دول هو موجوع فهيبقى بيكلمك وهو مش طايقك ان رد عليك اساسا، especially لو كان فلير اب او انتر ابوينتمنت فلير اب. الترانكيلايزرز في بعض البيشنتس اللي بيبقوا عندهم رهبه او past dental experience سخيفه جدا بيبقى محتاج مهدئات، وعاده البيشنتس دول بيبقى جايين بمهدئاتهم، هو بيقول لك انا محتاج اخد مهدئ قبل ما اروح لدكتور السنان. اي دو نوت ريكومند ان حضرتك تكتبها، ممكن تخلي دكتور بشري هو اللي يكتبها، ولكن لو البيشنت اوريدي اون ترانكيلايزر تخليه او اكد عليه انه ياخد الدوز بتاعته قبل ما يجي لك العياده. طيب استخدام التوبيكال انستيزيا بالعلم ما يفرقش كتير مع البيشنت، استخدام التوبيكال انستيزيا بالعلم ممكن جدا ما يفرقش مع البيشنت، لكن استخدامه بيفرق نفسيا. يعني انت لو استخدمت توبيكال انستيزيا او ما استخدمتش الاحساس الوجع ما فيش فروقات كبيره، ولكن انت نفسيا البيشنت ده لما بتحط له توبيكال انستيزيا وبتقول له ان ده مش هيحسسك بالشكه بيبقى بيرسيفنج بين اقل، واحنا محتاجين بيشنتس نفسيتهم بيرسيفنج بين اقل. طيب بالنسبه للانستيتك سولوشنز عملوا ابحاث كتير جدا يشوفوا ايه افضل انستيتك سولوشن نستخدمه، الحقيقه انه طلع في الاخر ان النتائج كلها متساويه او متقاربه، فما فيش حاجه معينه او انستيك سولوشن معين اقدر احط ايدي عليه واقول لحضرتك تستخدمه. الماكسيلري توث عاده ما فيش فيها مشاكل، بمجرد ان احنا بنعمل انفلتريشن فقط في الماكسيلري تيث في العموم. اما المانديبولر تيث لو احنا بنتكلم في انتيريرز بيبقى انفلتريشن شغال، ولكن المولرز بندي انفيريور الفيولار نيرف بلوك، البريمولرز بندي منتال نيرف بلوك. وفي كتير بشوف ناس بتعدي المنتال نيرف بلوك واي حاجه في اللور بوستيرير انكلودنج البريمولرز بيدوا انفيريور الفيولار نيرف بلوك. ليه؟ المنتال نيرف بلوك مسافه اصغر للبون وحته اقل من الوش بتنمل، يعني a pleasant experience للبيشنت، ما انتش محتاج تروح للنيرف بلوك في بريمولرز في اي ريستوراتيف بروسيدجر. لو سيرجري لا، هتجو فور الانفيرير الفيولار نيرف بلوك. طيب
ازاي اعمل انستيزيشن للبيشنت اللي بي الريفيرسبل بالبايتس بالذات في اللور تيث. في ابحاث كتير قوي اثبتت ان الكيس اللي جايه لك بي الريفيرسبل بالبايتس في سنه لور مولر الانفيري الفي نيرف بلوك السنجل انجكشن نسب نجاحه اقل حوالي 8 مرات او معرض للفيلير 8 اضعاف السنان العاديه اللي ما فيهاش او الدايجنوز باي نورمال بارت. فما تتوقعش ابدا ان يجي لك سنه بهوت توث او سيفير بالبايتس فلور مولر وان حضرتك هتدي سنجل انفيرير الفيلر نيرف بلوك والموضوع هيمشي، عاده ما بيمشيش. طيب نتصرف ازاي لما الموضوع ما يمشيش؟ ودي برضو بحث تاني بيقول لك ان 30-80% من البيشنتس اللي دايجنوزد باي ايرفيرسبل بالبايتس ما بنديهم سنجل الفيلر انفير الفيلر نيرف بلوك ما بيشتغلش. طيب ايه الحلول؟ ودي حاجات بتقابلك في العياده كتير قوي. انت عاده اول حاله بتقابلها في العياده او بيبقى لور مولر متبهدل. طيب ايه الحلول؟ الحلول ان احنا ندي supplemental او another cartilage يعني تزود الفوليوم بتاع الانفيرير الفيولار نيرف بلوك. تاني حل انك تدي infiltration جنب السنه ديت. تالت حل ان احنا نروح للبريشر تايب انستيزيا امثال الانترا ليجامنتري والانترا بالبل. رابع حل ندي انترا اوسيس انجكشن. وخامس حل ان احنا نستخدم بعض الدراجز اللي بتقوي ال فعالية الـ anesthetic solution. طيب ان انت تريبيت الانفيرير الفي نيرف بلوك بيديك سكسس ريت 30% زيادة في حالات المولر. انك تدي additional infiltration بيشتغل في اللور premolars اكتر ما بيشتغل في المولرز. البريشر تايب انستيزيا عادة هو الحل. عندي نوعين انترا ليجامنتري انستيزيا وانترا بالبل انستيزيا. الانترا ليجامنتري ده ان حضرتك بتبقى ما بين التوث وما بين البون، لكن الانترا بالبل انستيزيا ان انت بتخش دايركتلي داخل البالبل تيشو. طيب البريشر تايب انستيزياز من اكتر التايبس اللي بتنجح في حالات اللور مولرز اللي انت مش قادر تعمل لها انستيتايزيشن. يعني بتصل كمان لو انت عملت ري انجكشن لحاجة 90%، وبيتبقى عندك مجرد مارجن بسيط جدا مش قادرة تشتغل في الانتراليجامنتري انستيزيا، فبتضطر تلجأ للانترا بالبل انستيزيا اللي هو في العادي سهل. ولكن التركتين اللي في البريشر تايب في الانستيزيا في العموم ان لازم يكون في باك بريشر في السيرنج، بمعنى ان حضرتك لما تيجي تدوس على السيرنج تلاقي ان السيرنج دي ليها باك بريشر، يعني الانجكشن مش سهل ما عندك سواء كان في الانترليجامنتري او في الانترا بالبل. تاني حاجه ان الاثنين بيشتغلوا اون سبوت، يعني اشتغل دلوقتي، ولكن الديوريشن بتاعهم 15-20 دقيقة. فحضرتك لما تصل لأنستيزيا حلوة بالإنترا بالبل أو الإنترا ليجامنتري اعمل بالبكتومي امبارح علشان تلحق قبل ما العصب يرجع تاني يبقى مش أنستيزيز وتضطر توجع البيشن تاني بإنجكشن آخر. في تكنيك مع الاسف الاجهزه بتاعته مش متوفره في كل البلاد العربيه، الانترا اوسيس انجكشن. ده عباره عن جهاز ببرفوريتر صغير جدا بيبرفوريت حته صغيره جدا من الباك البون وبينجكت البنج دايركتلي ناحيه الايبيكال فوريمن. والحقيقه ان literature هو من اكتر الحاجات اللي effective، ولكن بيضايق البيشنت لانه في جزء بيبقى فيه perforation، يعني بيبقى فيه perforation بيبقى فيه post operative pain شويه، والجنريشنز الاولانيه منه كان في مع الاسف في بعض الاحيان بيحصل perforation breakage. ف يعني نلجأ له في الطوارئ ان هو متاح او متوفر عندك في البلد اللي انت فيها. طيب انا لو جالي حاله وعارف من الاول ان البيشنت دوت دايجنوزد بريفرسبل بالبايتس بتصرف ازاي؟
اول حاجه بدي بري ميديكيشن. طبعا اي نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج بيقلل لي الانفلاميشن وبيحسن لي الريسبونس بتاعه الانفليم بالب ل الانستيزيا بتاعتنا. تاني حاجه بدي انفيريور ازر نيرف بلوك عادي خالص. تالت حاجه طبعا بدي عاده بروفين 600 ساعه قبل الزياره. يعني بيشنت لو موجوع وانا عارف ان ده ريفرسبل بالبايتس بدي له بروفين 600 ساعه قبل الزياره. لما بيجي بخدره بانفيري الفير نيرف بلوك عادي، وبعدين باجي بكربوله تانية تلتها ازود الانفيري الفير نيرف بلوك الاولاني بعد ما اطمن ان هو اشتغل. التلت التاني بعمل بيه انفلتريشن بوكل انفلتريشن جنب السنه. التلت التالت بدي انتر ليجامنتري قبل ما ابتدي افتح الاكسس كافيتي. الانتر ليجامنتري عاده بيخلص، مشكلته لو الروتس دي طويله شويه، فالانتر ليجامنتري ما بينجحش فيها في اللونج روتس انه ينزل بطول البون او الالفيولر بون عشان يوصل للابيكال فورامين. وفي الحاله دي ديورنج الاكسس البيشنت بيفضل ما زال موجوع شويه. اول لما اوصل لنقطه فيها دروب او بدات اوصل لبالب تيشو ما بخشش باي حاجه خالص، لا كونترا ولا فايل ولا اي حاجه. اول شكه بشكها للبيشنت التيب بتاعت النيدل بتاعت الانترا بالبال انستيزيا علشان تبقى شكه واحده، لان هي ابين في التايب اوف انستيزيا. اول ما بتخلص، اول ما بحقن اندر بريشر خلاص بقيت البروسيجر البيشنت ده مش حاسس بحاجه. احنا في طب السنين عاده بنسكرايب ليه انالجيسكس يا انتي بايوتكس. في انواع كتير من الانالجيسكس. انا عاده بتبع مع البيشنت البلاسيبو ايفكت، بمعنى اي زياره فيها كليننج اند شيبنج انا بقول للبيشنت خد اي مسكن بيريحك يومين ثلاثه. لو هو تطوع وقال لي نوع مسكن اكيد اكيد ما بحاولش اغيره. ليه؟ لان هو جرب كل المسكنات وعرف ايه اللي بيريحه ما تغيروش. ولكن لو هو قال لي لا انا مش من النوع اللي باخد مسكنات، او لا حابب ان حضرتك تكتب لي على دواء، اي اولويز جو فور بروفين، لان البروفين بيبقى اكسكريتد كويس في البون وبيشتغل كويس مع البوست اوبرتيف بين في الاندو. بجو فور بروفين 400 لو البيشنت ان مودريت بين، 600 لو البيشنت از ان مودريت تو سيفير بين. ولو البيشنت موجوع فوق قدره البروفين ممكن ابريسكرايب معاه اسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول 1000. وفي طبعا من الحاجات طبعا متفقين ان الانالجيسكس تفرق معانا في البري اوبرتيف، مش بنستخدمها بس في البوست اوبرتيف. وادي الفلكسبل بلان. الفلكسبل بلان ديت ان زي ما قلنا بنزود الدوز بيست اون مايلد مودريت او سيفير. في بعض السيفير كيسز بنضطر ان احنا ندي حاجات فيها اوبييت زي الاوكسيكودين مثلا، ولكن ما انصحكش تعمل ده لانها بتبقى ادويه عاده متجدوله وتقلق من ان انت تبريسكرايب حاجه زي كده. احنا عاده بنصل للايبوبروفين مع الاسيتامينوفين كاقصى حد. بعد كده ممكن نبتدي نبريسكرايب ديكساميثازونز مثلا لو البيشنت از ان سيفير بين لهذه الدرجه. احنا كاطباء اسنان متهمين جدا احنا بنابيوز الانتيبيوتكس، ومع الاسف ده حقيقي في احيان كتيره جدا وداخلين على ايام سودا وصعبه من الانتيبيوتك ريزيستنس. فلازم ننتقي الكيسز اللي احنا بنبرسكرايب فيها انتيبيوتكس قدر المستطاع. وبالافيدنس وبالابحاث انت مش محتاج تدي انتيبيوتك لا بري اوبرتيف ولا بوست اوبرتيف علشان تمنع انفكشن او فلير اب مثلا، علشان بيشنت عنده بين، او علشان تقلل السبريد اوف انفكشن. الحالات اللي مسموح فيها فقط ان حضرتك تدي انتي بايوتكس، واحد يكون بيشنت محتاج تديله بري اوبرتيف انتي بايوتك بسبب ان هو عنده حاجه من الحاجات اللي نقلق منها من البكتيريا الاندوكاردايتس، زي مثلا الروماتيك هارت، زي البروثيتيك هارت فالف. ده رقم واحد. رقم اثنين بوست اوبرتيفلي لو البيشنت دوت اميونو كومبرومايزد
وفي انفكشن، او لو بدا يخش منك في اكسترا اورال سويلنج بس انت مش طايل تجيبه، او بدا يخش في سيستميك كونديشن وفيفر وماليز وما الى ذلك. بدانا نخش في حاجه سيستميك، يبقى حضرتك مضطر تدي انتيبيوتيك. فيما عدا السيناريوهات اللي انا قلتها دي، الانتيبيوتيك لو في انفلاماتوري كونديشن انت محتاج تدي انتي انفلاماتوري زي حالات الاكيوت بالبايتس. لما تديه مش هيقلل من نسب او يمنع حدوث فلير اب. لو البيشنت ده يحصل له فلير اب هيحصل له فلير اب هيحصل له فلير اب، فبالتالي مالاش نكتب انتيبيوتكس عمال على بطال. طيب ايه انواع الانتيبيوتكس اللي احنا بنكتبها؟ عاده احنا بنلعب في انواع يا بنسلين بنسلين او اموكسيسلين مع كلافيولينك، زي اوجمنتين، زي كيرون، زي ميجا موكس، زي هايبيوتيك، كيفالوسبورينز نفس العيله تقريبا، كليندامايسينز زي الدالاسينسي والكليندام، والمترونيتسول زي الفلاجيل. في تو كومبينيشنز عاده بنديهم، يا اما بندي اموكسيسيلين كلافيولينك مع مترونيتسول، لان الاموكسيسيلين كلافيولينك او الاوجمنتين فلاجيل يعني مثلا الاموكسيسيلين كلافيولينك ملوش قوه قوي على الانيروبيك بكتيريا، فبندي المترونيتسول زي الفلاجيل علشان نعلي الافيكاسي بتاعته. او لو البيشنت عنده بنسلين الرجي بيروح الى الكليندامايسين زي الكليندام وزي الدالاسين سي. عيب الكليندام او الدالاسين سي ان هم بيتاخدوا 3 مرات، الدوسج بتاعتهم 300 ملي جرام 3 مرات في اليوم، فالبيشنت طول ما هو موجوع هيصحى لك من نومه، مش موجوع في دوز وقعت. فده النقطه اللي دايما باخدها على الريجيمن بتاع الكليندامايسين. الريجيمن الثاني بيتاخد اونلي توايس ا داي. بعض الكلينيكال تيبس اند تريكس اللي ممكن تقلل لك البيشنت بين، اول حاجه الرابر داب ايزوليشن علشان الكيسز الفايتال ما تتحولش الكيسز نيكروتيك. حضرتك من غير ايزوليشن عامل زي الراجل الغرقان في الوحل ده. الايزوليشن بغض النظر ان ليه مزايا كتير جدا، ولكن احد المزايا الرهيبه بتاعته ان هو بيقلل البكتيريال كونتامينيشن داخل الروت كانال تريتمنت. لما نيجي نفتح اكسس لازم نشيل كل الكيريا ستراكشر قبل ما نبتدي نخش في كلينيك اند شيبنج، علشان ما نعملش عزومه وحفله للبكتيريا اللي جوه الكانالز بالبكتيريا اللي كانت في الكيرز. ده جزء مهم جدا. طبعا في البروسيدير الهندس حضرتك اكيد هنتجه، ما بقيناش نشتغل بستيب باك خلاص، احنا بنروح للكراون داون، لان الكراون داون اول باول بتقدر تيريجيت وتطلع الدبريز بتاعتك ان كورونال دايركشن بدل ان ان ايبيكال دايركشن. استخدام الاي دي تي اي، يعني انا مش من النوع اللي بستخدم اي دي تي اي كتير، ولكن في الحالات اللي بتكون فيها الكنال تايت قوي بحب استخدم، ما زلت بحب استخدم اي دي تي اي. ليه؟ علشان هي بتخلي الدبريز ان سسبنشن سهل انها تخرج من الكنال. البيتنسي 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 مهمه جدا في ان توديز بريباريشن، بمعنى ان حضرتك وسط الفايلز لازم تتاكد بفايل 10 ان انت معدي اللينث بحوالي نص ملي او ملي. البيتنسي مهمه، بتزود نسب النجاح، مش بتسبب خالص بري ايبيكال بين زي ما معتقد من ناس كتير قوي، وتقللك البروسيدورال ايررز. ميزه البيتنسي ميزه البيتنسي ان حضرتك لما بيكون الكنال بيتنت ضامن ان انت ماشي صح. اول ما بدات الكنال تلوس بيتنسي فيها، معنى كده مثلا ان حضرتك دخلت في بلوكج فنلحق البلوكج ده وهو ملي قبل ما يكون هرم، او دخلت فليدج فنلحقه وهو سلمه صغيره قبل ما يبقى شلف. فالبيتنسي مهمه جدا ان توديز بروسيجر. من الحاجات برضو ان البيتنسي بتعملها انها بتحسن لك جدا قرايه الايبكس لوكيتر، عشان وحضرتك بتجيب اللينث كتير من الايبكس لوكيترز القراءات بتاعتهم بتتساوى وانس حضرتك جبت بيتنسي، لانه بيقرا فول سيركت، ودي اكتر قرايه اكيوريت تقدر حضرتك تاخدها من الايبكس لوكيتر. وطبعا ان هو بيحسن الايريجيشن في الايبيكال ثيرد. طيب الوركينج لينث ديترمينيشن من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن بتسبب الم للبيشنت. اي كيس حضرتك هتعمل فيها اندر تريتمنت او اوفر تريتمنت، الاثنين بيعملوا مشاكل في الاخر، فاحنا محتاجين نظبط الوركينج لينث ديترمينيشن.
لازم ناخد بالنا كويس قوي انه الايبكس لوكيتر لوحده او الاكس راي لوحده غير كافيين. انت بتضم الاثنين على بعض وتدعي ربنا ان انت تظبط الوركينج لينث. ولازم تعرف ان الايبكس لوكيتر التول اللي بتقول لك الكنال خارجه منين، دي نقطه مهمه جدا. فاحيان كتير الايبكس لوكيتر والاكس راي بيتفقوا، يعني حضرتك تاخد لينث بالايبكس لوكيتر وبعدين تصور بوست اوبر تصور ماستر كون اكس راي تلاقي الاثنين قريبين من بعض، ولكن فاحيان تبص تلاقي الاثنين قالوا كلام مختلف. في الحاله دي بس لو الايبكس لو حضرتك خدت لينث بالايبكس لوكيتر وفي الاكس راي طلع قصير، عيد القياسات بالايبكس لوكيتر، اداك نفس القياسات، يبقى عاده الكنال خارجه بدري من لاترال دايركشن انت مش شايفه في ال2 دي ايمج. لكن لو شفت بعينك ان الكون عدى الكونفاينز بتاع الروت، يبقى اكيد مش هصدق الايبكس لوكيتر، اكيد هصدق عيني اللي شايف بيها الاكس راي. فخد بالك جدا وانت بتاخد ايبكس لوكيتر علشان ده هياثر على البين بتاع البيشنت. محدش النهارده بيعمل ايريجيشن غير بسايد فينتد نيدل علشان تقدر توصل الايريجن بتاعك للبريبيكال اريا، والايريجن دوت انتي بكتيريال ويقدر ان هو يقلل لك البكتيريال لود ويحسن لك البين بتاع البيشنت. طبعا في النكروتيك كيسز بالذات الاكتيفيشن حلو في كل الكيسز، لكن بالذات في النكروتيك كيسز بنصح ان احنا نعمل اريجيشن اكتيفيشن عشان نقلل البكتيريا لود قدر المستطاع. و اختراع النيجاتيف بريشر من شركه اندوفاك، اللي دلوقتي بقى في شركات كتير متبنيه زي السيف كلين مثلا، ان انت تقدر توصل بالصوديوم هايبوكلورايت لحد الايبكس وانت مطمن انه مش هيعدي، ده نقدر نقول ان هو انجاز بكل المقاييس. زي ما قلنا النيجاتيف بريشر باختصار ان حضرتك بتحط صوديوم هايبوكلورايد داخل البالب تشيمبر وبتخش بتشفط الصوديوم هايبوكلورايد دوت من جوه الكنال. بيبقى في تو كانيولاس، كانيولا بتوصل لتلتين الكنال اسمها الماكرو كانيولا، وكانيولا بتوصل للفول وركينج لينث. واضح جدا في الاكس راي هنا في الصوره ديت ان تقدر تشفط الصوديوم هايبوكلورايد بالنيجاتيف بريشر من البول تشيمبر لحد الايبكس وبعدين يتشفط جوه الكانيولا من غير ما يعدي، which is very safe، وده اكتر جهاز بيقدر يعمل لك cleanliness للايبكال اريا. من ضمن الاختراعات الظريفه برضو حاجه زي الاي اف اسف حاجه زي الفينيشنج فايل بتاع شركه XP-Endo Finisher. الفينيشنج فايل ده عبارة عن فايل بتقدر تدخله الكنال in a straight form، هو بيقلب جوه الكنال in a bent form كده، ولما بيتشغله بيديك الشكل دوت وبيعمل لك زي a hurricane of irrigation داخل الكنال. الفايل ده معمول فقط for irrigation activation، مثل ان هو فايل في آخر البروسيجر. نتكلم شوية عن اللوكال دراجز، والحقيقة غالبنا ما عندوش اكتر من الكالسيوم هيدروكسيد، لانه اكتر حاجه ستاتستيكلي بتفرق شويه او الليتريتشر بيتكلم عليها، ولكن مش هو الوحيد الاوحد. بس ما دام اتكلمنا عن الانتركانال ميديكمنت، يبقى ده باك دور ان احنا نتكلم على سنجل فيزيت ومالتيبل فيزيت. امتى اقفل سنجل وامتى مضطر اقفل مالتيبل؟ وخدوا بالكم ان انا مضطر اقفل مالتيبل. في العادي كله متجه ناحيه السنجل فيزيت اندودونتكس. طيب بالإيفيدنس، هل في فرق في السكسس ريت ما بين السنجل والمالتيبل فيزيت؟ الاجابه لا. الفايتال كيسز السنجل فيزيت احسن بكل المقاييس، علشان انا قلقان من ايه؟ قلقان من الليكج وسط الكرون الليكج في وسط البروسيجر. فلو انت عندك فايتال كيس وعندك الوقت انك تقفلها، جو هيد وقفلها. نبتدي نتكلم على النكروتيك كيسز. النكروتيك كيسز نرجع تاني ونقول لو النكروتيك كيس دي هل في فرق ما بين السنجل فيزيت والمالتيبل فيزيت؟ الحقيقه مفيش فرق في السكسس ريت. الفرق او الدايليما بتيجي منين؟ بتيجي ان في النكروتيك كيسز لو لا قدر الله حصل فلير اب، البين ريسبونس بتاع البيشنت بيكون عالي شويه، لانك قفلت السبيس بتاعه البلب، وبالتالي مفيش متنفس للجازز او الاكسوديت او الباس ان هو يخرج. لكن ما بيأثرش على السكسس ريت، يومين ثلاثة مع الأدوية والدنيا بتهدى.
اعتراضي على الكالسيوم هيدروكسيد مش لحاجة غير ان الكالسيوم هيدروكسيد بيدوب وما بيطلعش بالإريجيشن 100%. يعني انت حطيت كالسيوم هيدروكسيد النهاردة عايز تطلعه بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع بالإريجيشن والإريجيشن اكتيفيشن بيفضل داخل الدنتينال تيوبيولز وبيهندر الأوبتيريشن الى حد ما، وغير كده انه صلبل بعد وقت هيدوب ويسيب لك اماكن للليكج. عشان كده في مدارس كاملة بتستثني الكالسيوم هيدروكسيد، يقول لك I medicate the patient I do not medicate the tooth. طيب انا نصيحتي ليك لو حضرتك هتعمل مالتيبل فيزيت لحاله فايتال ما فيش فيها بكتيريا، ما فيش اي داعي ان نحط الكالسيوم هيدروكسيد اصلا، كالسيوم هيدروكسيد انتي بكتيريال في حاله ما فيهاش بكتيريا. لو حضرتك هتعمل مالتي فيزيت لحاله نيكروتيك يبقى انا بشوف ان ليه نسيب الكنال فاضيه لما ممكن استفيد بوجود انتي بكتيريال ايجنت فيها. الاستيرويدز من الحاجات اللي طبعا ليها دور في البين كنترول. في دواء اسمه ليدر ميكس انتراكانال ميديكمنت، ولكن هو مش متوفر في مصر، ما اعرفش هل كان متوفر في احد البلاد العربيه ولا لا. ده كورتيكوستيرويد مع انتي بايوتيك، وده من اكتر الادويه اللي بتؤثر على البين او بتحسن البين في اول 24 ساعه بعد الزياره. طيب لو حصل للبيشنت فلير اب، الفلير اب عادة بتكون من 2-20% من الكيسز، وهي بتكون يا خطأ طبي من الطبيب يا إما اوفري اكشن من الاميون سيستم بتاع الجسم. ففي الحالة دي بعمل ايه؟ لو حضرتك مش عامل، لو جالك العيان انتر ابوينتمنت بوجع، اول حاجة شيل التامبري فيلينج وشيل القطنة. في بعض الاحيان مجرد شيل القطنة بس بيدي متنفس للجازز والرياكشن اللي تحت ان هو يشم نفسه ويطلع من الاكسس كافيتي. حضرتك تعمل درينج لو في سويلينج انت قادر تدرين الباس دوت او دي كومبريشن. في بعض الاحيان تقدر تعمل ريليف للأوكلوجن عشان البيشنت ما يفضلش يتوجع كل مرة يعض على السنة دي، وانك تقلل البكتيريا له قدر المستطاع بكل الاريجيشن والأدوية الانتراكانال اللي احنا اتكلمنا عنها، وطبعا هتديله الانرجيسكس وان احتاج انتي بايوتكس. اتكلمنا عن البيتنسي، ودي مجرد ريكاب سريع للبروسيدير الهمس عشان تصل لأقل بين. خلي بالك من اللينث كنترول، التكنيك اللي انت شغال بيه، وتحاول دايما تريجيت الدبريز او الباور الى كورونال دايركشن. طبعا محتاج حاجه تعمل اريجيشن باكيد حاجه انتي بكتيريال زي الصوديوم هايبوكلورايد، تعمل اريجيشن اكتيفيشن والنيجاتيف بريشر في العموم من الحاجات اللي بتقلل الانسيدنس اوف بين. شكرا، واتمنى اكون قدرت افيدكم واديكم بعض الكلينيكال تيبس اند تريكس، ومنتظر اسئلتكم اجاوب عليها. ازاي نشيل الكالسيوم هيدروكسيد؟ الكالسيوم هيدروكسيد بتشال بإيريجيشن بسايد فنتد نيدل عادي خالص. ممكن تحسن قدرة الإيريجيشن ان هو يشيله بان انت تعمل حاجة positive pressure زي مثلا السونيك والالتراسونيك ديفايسز، ان انت تخش تعمل سونيك إيريجيشن اكتيفيشن يتشال. بس هل هو هيتشال 100%؟ الحقيقة لا، مش هيطلع 100%، ودي احد النقط اللي ضد الكالسيوم هيدروكسيد. حد تاني بيسأل ان في فلير اب، ايه اكتر الحالات اللي بقى متوقع ان هيحصل فيها فلير اب؟ اكتر الحالات اللي متوقع ان يحصل فيها فلير اب، طبعا الفيتال كيسز صعب يحصل فيها فلير اب الا لو حضرتك لعبت في اللينث. النكروتيك كيسز ممكن، ولكن النكروتيك كيسز القديمة يعني ساعات تفتح الكنال تلاقي ريحة صعبة جدا للكنال. البكتيريا اللود العالي ده
لو البيشنت مش موجوع يقول لك ان ممكن يحصل فلير اب، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو انت عندك ريديلوسنسي قديمه بقالها شويه والبيشنت مش موجوع خالص، لا بيركشن ولا بالبيشن، وهيقول لك ان انا ما اتوجعتش خالص من السنه دي، دي من الحالات اللي بشوف ان دايما الانسيدنس اوف فلير اب بيحصل فيها، ولازم تقول للبيشنت ده قبل ما تلمسه لانه هيلومك على طول لو اتوجع الوجع بتاع الفلير اب وما كانش موجوع قبل كده. دكتور شادي سليم، الفرق ما بين البالبل والبريودونتال بين؟ لا، البالبل بين عادة البالب ما فيهوش بروبيريسبشن زي ما احنا قلنا، يعني البريودونتال بين لازم يبقى فيه بين اون بيركشن، لازم البيشنت يكون متضايق من الاكل او فيه بوكت، لكن البالبل بين بيكون وجع مع سخن ساقع حلو وبيكون مش لوكالايزد لو هو ما وصلش للايبيكال بريدون، ما عملش ايبيكال بريدونتايتس لسه. فالبالبل بين بيكون ليس لوكالايزد عن البريدونتال بين، البالبل بين بيكون سيفير عن البريدونتال بين، يعني البالبل بين من 0 ل 10 عمره ما هيجي يقول لك 3 4، لكن لو بريدونتال بين بنتكلم في بوكيت في سنسيتيفيتي لا هيقول لك ان انا موجوع 3 4 مش 8 9 مثلا. دكتور عبد الرحمن، بعد عناء حين كالسيوم هيدروكسيد المريض بيشعر بألم؟ لا، المريض بيشعر بألم مش من الكالسيوم هيدروكسيد، المريض بيشعر بألم من اللوكال ادابتيشن سندروم اللي اتغير، يعني البكتيريا بتقرر تهاجم بس. يعني حضرتك واخد بالك ان انت بقالك مدة زي ما قلنا في معاهدة سلام مؤقتة ما بين الجسم والبكتيريا، تدخلك بيغير الجيم اللي جوه دي، البكتيريا دي كانت عايشة في انيروبيك سيتويشن بقت ايروبيك سيتويشن، ففي بكتيريا بتنشط وبكتيريا بتقل according للأعداد according للفيرولنس according للإميون سيستم قوي قد ايه بعد تدخلك، وان الادابتيشن سندروم ده اتغير، ده يقول لك البيشنت هتعدي عليه مرور الكرام ولا هيتوجع الوجع الجامد اللي احنا اتكلمنا عنه. فالكالسيوم هيدروكسيد مش هو السبب، الكالسيوم هيدروكسيد بيخلي البكتيريا يعني او ممكن يسبب ان يبقى رد فعل اعنف للبكتيريا مع الاميون سيستم، لكن هو انتي بكتيريال هو انتي بكتيريال مش هو بالذات سبب البين يعني. دكتور احمد، ايه بديل الكالسيوم هيدروكسيد في الانتركانال ميديكيشن؟ في بعض الانتركانال ميديكمنتس اللي بتتباع بين كلوروهكسيدين مثلا، في انتيبايوتيك بيستس، ولكن بقينا مقلين جدا في استخدام الانتيبايوتيك اللوكال عشان انتيبايوتيك ريزيستنس، يعني في تريبل انتيبايوتيك بيست بس كان في ماينوسايكلين وبيعمل ديسكلاريشن عنيف فاستبدلوه بدبل انتيبايوتيك بيست، وفي ناس بتستخدم الكلوروهكسيدين برضو از ان انتركانال ميديكمنت غير الكالسيوم هيدروكسيد. فدي البدايل المتاحه طبعا غير الليدر ميكس اللي ذكرته في المحاضره اللي هو كورتيزون مع او كورتيكوستيرويد مع الانتيبايوتيك، كل دول بدايل للكالسيوم هيدروكسيد. اكتر واحد فيهم بيأثر على البين هو الليدر ميكس. ايه الحالات اللي ممنوع اخلي ميديكيشن داخل الكنال؟ مفيش حاله بعينها اقدر اقول لك ما ينفعش احط ميديكيشن داخل الكنال، بس لو حاله فايتال احط ميديكيشن ليه؟ ما هو انا بحط ميديكيشن، انا محتاج ايه من الميديكيشن؟ انتي بكتيريال في غالب الاحيان. لكن لو حاله فايتال وما فيهاش بكتيريا في المشهد وانا شغال بايزوليشن مش محتاج احط انتي بكتيريال، واقعد بقى اشوف هشيله ازاي. May I know why you don't use the EDTA for most of the cases؟ أنا بشوف إن الـ EDTA الـ أولاً أنا ما بحبش الـ EDTA جل، أنا بجيب الكريم الـ consistency بتاعتها إنها أقل. ثانياً طالما أنا بعمل pre-endodontic build-up كويس أقدر أحط sodium hypochlorite، لكن أنا مش يعني أنا محتاج لوبريكنت، مش لازم إيديتا. سوديوم هايبوكلورايت ممكن يحل محل الإيديتا. الإيديتا حلوة في حاجتين بصراحة، لو أنا عايز لوبريكنت وأنا باخد لنث، الإيديتا عندها very good conductivity of electricity وبالتالي بتساعد شوية في قريات الإيبكس لوكيتر، دي حاجة. الحاجة التانية أنها الجل فورم بتاعها بيخليها in suspension،
الإيديتا بستخدمها في الحالات النكد اللي فيها resistant infection في الفاينل إيريجيشن بروتوكول. بجو فور بدل ما بستخدم صوديوم هايبوكلورايت بس بستخدم صوديوم هايبوكلورايت وبعدين بستخدم إيديتا وبعمل كمان فاينل فلاش بكلوروهيكسيدين. ففي بنتكلم بس إيديتا ليكويد استخداماتها إيه بالنسبة لي resistant infection وإيديتا جل في الكيسز الضيقة بس الكنالز الضيقة اللي محتاج حاجة أويلي تساعد الفايل أكتر من الصوديوم هايبوكلورايت وأنا باخد لنث في الكنالز الضيقة برضو بحتاج الإيديتا. بنستخدم إيريكيشن إيه في حالات الأوبن إيبكس according how open is the apex. يعني في بلاندر بس والإيبكس مفتوح قوي والروت لسه قصير مكملش خالص في الحالة دي أفضل إن إحنا بلاش يا جماعة صوديوم هايبوكلورايت أو نخلينا صوديوم هايبوكلورايت من فوق خالص أو نخلينا حاجة نيجاتيف بريشر عشان نبقى مطمنين إنه مش هيعدي ده جزء. لكن لو الدنيا عندي بيرفوريشن كبيرة قوي أو عندي أوبن إيبكس ضخمة قوي وأنا خايف أخش أعمل لقدر الله صوديوم هايبوكلورايت أكسيدنت أي وود سويتش على كلوروهيكسيدين على استحياء بس يعني علشان ايه يعني ما نخشش في ضرر اكبر. يعني العصب انفكتد فلما اسوي انجكشن بندفع البكتيريا سؤال عصب انفكتد وبيعمل اريجيشن هل بندفع بندفع البكتيريا للبريبيكال اريا؟ هو الاريجيشن مش بيدفع البكتيريا للبريبيكال اريا هو حركه عمرنا ما بنرشى النيدل جوه الكنال. الاريجيشن ده بياخد او بينزل اولا الاريجنت عمره ما هيطلع اكتر من ملي ل 2 ملي بيوند النيدل تيب اصلا فاحنا عاده بنبليس النيدل تيب حوالي 2 3 ملي عشان نبقى في السيف سايد بالستوبر دي حاجه يعني انت اللينس بتاعك 20 انت هتخليها 17 فهو هيوصل بالعافيه 18 19 وعاده بيبقى السايد فنتد نيدل رفيعه جدا ففي مساحه حواليها فالايرجنت بيطلع لفوق ما بينزلش لتحت فيري انلايكلي ان انت تزق بالايريجيشن دبريز لا ممكن بالفايلات لكن الايريجيشن مش هتزق دبريز صعب. إذا كان عندنا pulp exposure more than 0.5 that would do direct pulp capping or return the root canal treatment. ما عنديش مشكلة في direct pulp capping بس بظروف معينة جدا. أولا البيشن ده كان diagnosed بإيه لازم يكون يا normal pulp يا بكتيره reversible pulpitis. تاني حاجة حضرتك شغال under isolation تماما من الأول ولا حصل أي contamination. تالت حاجة إيه pulp capping material بتاعتك لازم يكون calcium silicate cement يعني يا MTA يا biocerامك. رابع حاجة إن ال bleeding indication يعني أنت بعد ما شلت الجزء اللي فيه exposure بتعمل lavage أو بتحط cotton pellet impregnated بصوديوم hypochlorite وبتحطها المفروض إن within 5 minutes يحصل control of bleeding. حصل ما عنديش مشكله جو فور ان انت تعمل فيتال بالب ثيرابي بروفايدد ذات ان السنه دي مش هتبقى كراوند مثلا في مالتي يونت بريدج يعني بلاش مخاطرات في السنان اللي جوه ديزاينات كبيره. لو هي سنجل توث وهنعمل لها سنجل ريستوريشن فالخساره ضعيفه هتبقى في ريستوريشن بس ما عنديش مشكله طبعا ان احنا نجو فور فيتال بالب ثيرابي بروفايدد ذات كل الظروف اللي فاتت ديت زي ما انا قلتها ومواتيا يعني. ممكن اعرف ميتا بيكس ولا ميتا فيست يستخدم از ان انترا كانال ميديكمنت؟ شكرا على السؤال ندى ناصر. طيب الميتا بيكس والميتا بيست ده يعني دول شركة ميتا فانا خليني اعممها اكتر. الميتا بيست دوت كالسيوم هيدروكسيد وذ باريوم سلفيت وده بيكون لونه ابيض وسهل قوي ان احنا نعمل له انجكشن وده بيدوب في المايه. الميتا بيست ده بيبقى كالسيوم هيدروكسيد بايودوفورم وده بيكون لونه اصفر وصعب نعمل له انجكشن واويلي وما هوش ووتر سوليبل وبياخد وقت طويل جدا في الذوبان. الميتا بيست بيستخدم فقط في حالات الإبكسيفيكيشن. لو نفتكر لو نفتكر زمان
اي حاله اوبن ايبكس كنا في الاول بنعمل لها تكنيك اسمه انفيرتد كون تكنيك عفى عليه الزمن، وبعدين بدانا نعمل الايبكسيفيكيشن. ايه الايبكسيفيكيشن؟ ان احنا بنحط روت كانال، بنحط كالسيوم هيدروكسيد 3 شهور وبعدين نعمله 3 شهور كمان وبعدين نعمله 3 شهور كمان، املين انه يبتدي يعمل لك ايبيكال كالسيفيك بريدج تعرف تستند عليه بس عشان تعمل اوبتيوريشن في حالات الاوبن ايبكس. الحمد لله في عصرنا ده ربنا رزقنا بام تي اي وكالسيوم سيليكيت سيمنتس، احنا اللي بنعمل البلج البايو سيراميك بلج او البايو كومباتبل. فاستخدام الكالسيوم هيدروكسيد الميتابكس اللي هو البيودو فورما كان فقط للحالات اللي انا محتاج فيها الكالسيوم هيدروكسيد التخين بس، في العادي في كل بقى الحاجات العاديه نستخدم اللي بالباريوم سلفيت هو اللي لونه ابيض، وده الفروقات والاستخدام الوحيد الاوحد للميتابكس، وليه استخدام طبعا في الاطفال انك تعمل بيه روت كانال في الاطفال، ونستخدم البكس لانه اجان بيدوب بصعوبه وبنقدر نحطه بالشهور في روت كانال. ممكن ازاي نعمل ادي انتي انفلاماتوري افتر التريتمنت؟ طبعا اي زياره حضرتك هتعمل فيها كليننج اند شيبنج انصح حضرتك ان انت تعمل ان انت تقول للبيشنت على انتي انفلاماتوري درجه، وزي ما ذكرت البلاسيبو افكت احسن حاجه في الدنيا، يعني قول للبيشنت طبيعي يبقى فيه شويه وجع، خد مسكن بيريحك، هو قال لك على اسم ما تحاولش تغيره، ما قالكش على اسم البروفين من الحاجات اللطيفة والإكسكريتد في البون واللي بتشتغل كويس جدا مع البوست أوبرتيف بين في الأندو. دكتورة رنا الشفعي، ازيك يا دكتورة رنا؟ في patient مع irreversible palpitis والpain referred to a root canal treated tooth and the patient cannot identify the true offending tooth, is there a definitive reason for this؟ احنا عارفين كويس ان العصب ما فيهوش بيتا فايبرز اللي هي الخيايا اللي انا بحب اسميها المكانيه، يعني اللي تحس بالمكان. العصب عاده بيدي radiating pain، عشان كده عندي referred pain. ده بسبب التكوين النيرفز داخل العصب، عشان كده لما بنعمل percussion بندور على السنه، لانه لما الانفلاميشن بيكستند للبريبيكال اريا، البريبيكال اريا غنيه بالاي بيتا فايبرز، غنيه بالبروبيو ريسبشن، فيبتدي العيان يبين بوينت السنه اللي وجعاه. لكن طول ما هي ستريكتلي بالبل بين، عاده البيشنت ما بيبقاش عارف انهي سنه اللي فيها المشكله، ولازم نابلاي كل وسائل الدايجنوزز اللي انا قلت عليها من راديوجراف ومن سيلكتيف انستيزيا تيستينج علشان نقدر ان احنا نبين بوينت السنه، لانها في احيان كتير جدا بتكون صعبه في الدايجنوزز. دكتوره ايه هشام، ايه مشاكل ايه الـ causes of post obturation pain and how to control it؟ بعد الـ obturation طبيعي الـ patient بيفضل موجوع يومين ثلاثة، ده طبيعي مكان الـ cleaning and shaping، طبيعي مكان الـ sealer ومكان الـ procedure والمعركة اللي بتحصل. فإحنا بنتكلم post obturation pain، أول ثلاثة أيام العيان بيبقى موجوع، فعادة لازم هتديله anti inflammatory drug يفضل كل 8 ساعات. بعد الثلاثة أيام مش الوجع هيروح تماما، هو هيقل، العين عادي هيرتاح عند 10 ايام لاسبوعين، بالذات في السنجل فيزيت كيسز، وفي ناس بتخش في الاسبوع الثالث. فهو مع الاسف في ناس كتير معتقده ان انا خلصت التريتمنت ثاني يوم البيشنت بقى كويس. نو اتس جونا تيك اراوند 10 دايز عشان السنه ترجع نورمال زيها زي اللي جنبها، وفي بعض الاحيان ممكن تصل الى 3 ويكس. لكن اول 3 ايام هو اللي العيان لما بيعد موجوع، هنا موجوع مكان البروسيجر. لو عملت MTA لمعالجة عند الأطفال فيما عند أنا حقيقة دكتور صدام انا مش قادر افهم السؤال، يا ريت حضرتك تعيد صياغته يا بالعربي يا بالانجلش اول ذا واي، عشان انا مش فاهم، مش السؤال عندي معكوس. فضلت اسبوع مفيش اي حاجه نورمال جدا بعد وبعد ام تي اي وقبل الاوبرتيف ما كانش فيه اي سيمتومز.
طيب دايما بقول يا دكتورة آية إن العصب له دايما محتفظ بحق الرد، بمعنى إن إحنا مش معنى إن إحنا عملنا vital pulp therapy أو كان عندي deep cavity والبيشنت ما توجعش إن هو البلب ده مش هيوجعه بعد كده. العصب دائما محتفظ بحق الرد مع الأسف، ودائما ممكن يبقى في حد بقاله عامل vital pulp therapy شهور مش مجرد أيام وفجأة دخلت منه في palpitis. العصب ما هوش predictable، فهو هيرد إمتى؟ ممكن ما يردش حالا عادي خالص. فالفولو أب مهم جدا، احنا بنفولو أب عادة بفيتاليتي تيستينج وبأكس راي وبكلينيكال. لو التلاتة بيقولوا لي ان ما فيش حاجة اوكي، لكن لو بدأ البيشنت يتوجع في حالة انا شايف ان كانت ديب او انا عامل فيها فيتال بالب ثيرابي، يبقى خلاص احنا كده دخلنا في أكيوت بالبايتس ومحتاجين روت كانال تريتمنت. دكتورة هدى، what do we do if there is a swelling in maxillary teeth and we cannot use infiltration anesthesia؟ طيب لو في swelling في السنة maxillary يبقى ده معناه انها اساسا necrotic، فحالة دي احنا مش هنقفل النهاردة، فالحالة دي ممكن نخش من غير anesthesia اصلا، لان لو في swelling والحالة necrotic ممكن نخش اساسا الاكسس والبيشن مش هيحس. لو حضرتك عايزه تستخدمي اكسس بنبتدي ندي ريجنال بلوك بقى، يعني في الانتيريرز بندي انفرا اوربيتال مثلا، ممكن ندي ريجنال بلوك، ودي حاجه بتحصل نادرا. في بعض الاحيان انا بعمل رينج، يعني قبل السوالينج وبعد السوالينج بدي برضو انفلتريشن عادي وبجون، فمن غير انستيزيا شغال، رينج بلوك شغال او ريجنال بلوك بقى. ممكن اعمل اريجيشن في حالات بهيدروجين بيروكسيد، ايه لازمته؟ يعني ما بشوفش ان الهيدروجين بيروكسيد حاليا ليه لازمه. لا، اي وود جو فور صوديوم هايبوكلورايت اول ذا واي، وهاريجيت اكتيفيت صوديوم هايبوكلورايت، لكن الهيدروجين بيروكسيد ما هوش اقوى من صوديوم هايبوكلورايت، فهوجع دماغي ليه واعمل حاجه اقل مخليني في الهاي اند. امتى اقدر ادسكرايب انتيبيوتيك لو البيشنت عنده سويلنج؟ لو الباس تعرف توصل له وتعمل له درينج مش محتاج. لو الباس في حته مش هتعرف توصل لها او الوصول ليها صعب، زي مثلا الفاشيال سبيسز، عيان داخل منك في فيشيال سيليولايتس، هندي انتيبيوتيك. اكيد اكيد لو العيان دوت عنده اساسا حاجه نيورو كومبرومايزد، او لو دخل منك في سيستميك سيمتومز، بدا بقى يسخن، بدا يبقى فيه ماليز وفيفر، خلاص يبقى احنا كده محتاجين طبعا انتي بايوتكس. لكن لو بس انترا اورال وعملنا له ايفاكيويشن، خلاص مفيش اي احتياج لده. يعني دكتور صدام بيسال تاني اخيرا، if MTA is used to treat children will it hinder the eruption of permanent teeth؟ في الروتس ما انصحش اكيد ان احنا نحط الام تي اي، لانه الام تي اي مش بيدوب. لكن لو هو معمول ان هو نعمل بالبوتومي مثلا، لا بعيد، الروتس هتدوب والسنه هتتخلع. فالام تي اي لو في الكورونال بورشن شغال، في الايبيكال بورشن لا، خليك في الكالسيوم هيدروكسيد وذ ايودوفور او اني ريستوريشن بتدوب. في أسئلة أخرى؟ عفوا يا دكتور صدام. حد عاوز يسأل حاجة تاني؟ جزانا وإياكم دكتور محمد، ألف شكر. أتمنى تكونوا استفدتوا. أنا انبسطت جدا معاكم. أنا كنت يعني حابب ان انا اقدر افيد الكل، وفي حب الاندو. يا ريت تتابعوني دايما على اندو بالمصري. الساعة
about time to take it to the next level وان احنا هنقدم كورس ادفانسد جديد ان شاء الله داخل الـ FUE Microscopic Center. في الكلينيكال اتاتشمنت دي هنبتدي الاول باسبوع عشان نبتدي بيبي ستابس مع بعض. في الاول عباره عن intensive lectures and workshops 12 lectures and 8 workshops. بعد ما نخلص البري كلينيكال بروجرام بتاعنا اللي هو عباره عن اسبوع محاضرات workshops هنبتدي نطلع العياده. كل كانديديت هيشتغل 10 days 70 clinical hours 70 ساعه under clinical microscope. طيب احنا بنتاكل ايه؟ بنتاكل كل البروبلمز اللي بتقابلنا. عندنا كالسفايد كانال، طب انا ازاي هعرف اشتغلها؟ انا خايف اكسر الفايل، هتتعلم ازاي ما تكسرش الفايل؟ لا قدر الله الفايل اتكسر منك، هتعرف تاخد الديسيجن هل هعمل له ريتريفل ولا باي باس؟ كل كانديديت هيبقى افيلبل معاه كل الارمنتيريوم ابتداء من ان هو لو هيعمل دايجنوزس السي بي سي تي موجود، الار بي جي كمان موجود، وكمان في الاكسس الالتراسونكس هتبقى افيلبل لو بيدور على مسد كانال بيعمل ترافينج بالالتراسونكس، وكمان في الاكتيفيشن هيبقى موجود الالتراسونيك وموجود نيجاتيف بريشر سيستم زي الاندوباك. واهم حاجه برضو هو السوبرفيجن، هيبقى معاك اوفر ذا شولدر سوبرفيجن، هناخدك من اول ستيب خالص لغايه لما تخلص الحاله وتبر الحاله دي سامبل او ادفانسد.